اكو هناك فرص للتعارف، اكو هناك فرص للتعارف، وهذه مهمه جدا للانسان يحيط بها علما. مثل شنو هالفرص هاي؟ مثلا مسائل الضيافه عندنا، الاسلام عنده برنامج الضيافه. شلون برنامج الضيافه؟ انت الحين اعطيك مثال، اكو عندنا في الحديث لا وليمه الا في خمس، لا وليمه الا في خمس، يعني انت بتسوي ضيافه اطعام طعام، يقول لا وليمه الا في خمس، في عرس او خرس او عذار او وكار او ركاز. ايش معناتها يعني؟ اقول لا وليمه الا في خمس، في عرس، عرس يعني ليله الزفاف، واحد يبي يتزوج. وطبعا كل هذه انجازات، الانسان لما يتزوج هذا انجاز في حياته، تطور جميل في حياته، واضح له لا؟ فيستحب له ان يذبح خروفا ويطعم الطعام في العرس ليله الزفاف، هذه واحده. او في خرس، الخرس هو النفاس بالولد بعد هذا الزواج، الحصيله مالته، الثمره مالته، ان يرزق ولد، وهذا انجاز اخر هم جيد، لان الهدف من الزواج وان الانسان ياتي باولاد صالحين يمدون المجتمع. انت تعرف ان المجتمع الان، ليش المجتمع فاسد؟ ليش المجتمع منحرف؟ ليش المجتمع خربان؟ لان اللي يحكمونه ناس فاسدين، لان اللي قاعد يحكم انسان فاسد، اللي قاعد يدير العمليه السياسيه والاقتصاديه انسان فاسد، اللي قاعد يدير القضايا انسان فاسد. فانت حتى تصلح المجتمع لازم شو تسوي؟ لازم تمد باولاد صالحين، واضح لهم؟ وإني خفت الموالي من ورائي، زكريا يقول وإني خفت الموالي من ورائي، أنا أخاف من هؤلاء أقاربي يفسدون في الدين، وأنا ما مؤمن عليهم. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا، يعني ولد يلي الأمر من بعدي، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. هذا طلب مشروع. زكريا عمره 120 سنة، زوجته 98 سنة، ما عندهم ولد. فمجيء الولد يعتبر إنجاز عظيم هذا. فالخرس هو النفاس بالولد، مستحب تاخذ خروف تذبحه وتطعمه. بعد ما خلص بجيك أنا. وعندنا عذار، العذار هو ختان الولد، يسمونه عذار. والوكار هو شراء الدار الجديدة، للختان تشتري خروف هم تطعم، ولشراء الدار الجديدة مستحب تاخذ خروف تذبحه وتطعم. هذا شراء الدار بعد انجاز جميل. بعد والركاز، الركاز هو الرجوع من مكة، واحد راح الحج مؤدي وظيفة عظيمة، مؤدي الحج الأكبر، هذا انجاز يعتبر، لان انت مطالب بالحج في العمر مرة واحدة. هذه خمس انجازات انت شو تسوي بيها؟ ليش تذبح خروف تطعم؟ شنو الهدف؟ الهدف تعارف، يعني انت الجيران يجون، اصدقاء يجون، ناس ما تعرفهم مثلا من الجيران مالك، احنا نعرف ناس الان ما يعرف جيرانهم، انا اعرف ناس جيرانه منو ما يعرف؟ حقيقه بالهدف. يعني عندي نوع من التقاطع موجود، وهذه مشكله خطره اذا انت جيرانك ما تعرفهم. الإمام عليه السلام الله عليه وصي الحسن والحسين، الله الله في جيرانكم، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله كاد أن يورثه، يورث حتى الجيران. فأنت بهالمناسبات هذه تدعو المؤمنين، الأصدقاء، الجيران يأتون إلى الدار. سويت أنت بذلك؟ صار تعارف، تعارف معه، هذا كويس. انت سويت شنو؟ قويت الروابط الاجتماعيه، هذا واحد. من اللي اجى للدار؟ اجى عبد اسود،
وإجا تاجر، إجا غني، إجا فقير، إجا عالم، إجا جاهل، كلهم قعدتهم مع بعض. سويت أنت؟ ذوبت الفوارق الاجتماعية، ذوبت الطبقية، خليت الغني قاعد يمل فقير والجانب والوزير كلهم يوم ذوبت الفوارق. هذا شيء زين، هذا واحد. ثلاثة، اثنين اكو انت عندك ارحام ما تشوفهم الا في السنة مرة. انا اعرف ناس ما يشوفونهم ارحامهم الا اذا صارت فاتحة. يعني عمه متوفي، صارت فاتحة، اجوا الفاتحة التقوا مع بعض. عمه مات شافه بالفاتحة، طول السنة ما يشوف أخوه، ما يشوف خاله، ما يشوف أقاربه، شافه وين؟ بالفاتحة. هذا مو صحيح، هذا مو صحيح. لازم يصير عندنا صلاة رحم. أنت لما تدعو بهالمناسبة عرس، عقيقة، ختان، رجعت من مكة، هاي خمس مناسبات سويت دعوات، الأرحام إجوا، سويت تليفون، أخويا، أمي، خالتي، أقاربي، أبناء عمي، عشيرتي، شو تقول في الدعاء؟ وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في يقظتي ونومي. فلما جو الأرحام دعت وياهم، سويت صلة رحم. تعرف شنو آثار صلة الرحم؟ في الحديث صلة الرحم تزيد في الرزق، هذا واحد، تطيل في العمر، اثنين، تخفف الحساب يوم القيامة، هذا كلش حلو. يوم القيامة عندك أهوال أمامك، هاي تخفف. صلة الرحم جدا مهمة، قويت أنت العلاقات الرحمية. بعد هذا اثنين، ثلاثة، انت سويت بهالدعوات هذه. شوف الانسان بعض اوقات يكون بخيل، وطبيعة الانسان هو بخيل، ان الانسان خلق هلوعا. شنو معنات هلوعا؟ تقول يا اذا مسه الشر جزوعا، واذا مسه الخير شنو؟ ملوعا. يعني صار عنده اموال يصير بخيل، هاي طبيعة الانسان. فالانسان يحتاج لتربية حتى يقاوم البخل المالي. وكان الإنسان قتورا، أكو عندنا طبيعة الإنسان هو بخيل. فهو لما يشتري الخروف ويذبحه ويطعم، إيش معنى هذا الكلام؟ قاعد ينمي في نفسه ملكة الكرم، صحيح؟ قاعد يكنس البخل من نفسه. طبعا هو مو واجب عليه، مستحب، بس بهالعملية هذه عندنا في الحديث من لم يكن كريما فليتكرم. إذا تبي تصير كريم لازم تمارس أعمال تدل على الكرم. فإذا أنت اشتريت الخروف، ذبحت، أطعمت ذولا، يعني نميت ملكة الكرم والإنفاق في نفسك، وهذه كلش مسألة مهمة. ليش ما صرت كريم؟ لأن تركت الدين. الدين يقول لك سو مستحبات، سو سنن، سو الأمور عدل، ولا ملكة الكرم بعدها ما تنمو في نفسك. شوف البحث ايش قد عميق ده، يعني مو قضية تذبح خروف يا مالا، لا، هذه لها أبعاد كثيرة جدا القضية دي. يعني شوف التشريع الإسلامي ما من شيء، وشرع الدين إلا كله حكمة، حكمة اجتماعية، حكمة نفسية، حكمة أخلاقية، حكمة سياسية، كلها. بس الواحد يكون يتأمل شوي. بعد من الفوائد، من فوائد هاي السنن، انت لما يجي لك طفل الى الوجود، زين، عقيقة تسوي له اللي هو خرس النفاس بالولد، العقيقة، وحتى يوم الختان بعد تسوي له تذبح خروف وتطعم. انت تدري ايش سويت بهذا الاطعام؟ دفعت الحسد عن الولد نفسه. الولد نفسه ممكن يتعرض لعين لحسد، عين ما صلت على النبي. أكو ناس عيونهم حارة وهم ما يدرون ترى. حقيقة أقول لك، يجي هذا الولد مثلاً أبيات لطيف حلو، ما يقول ما شاء الله تبارك الله أحسن خلق. إيه
يعني ربعين من اللي يتورط الأب يتورط والأم تتورط وكل يوم وده مستشفى على أبوه. أنت بهذا العمل تدفع الحسد عن الولد وهذا الشيء زين. قد أشوف قد لها آثار دفعت الحسد والعين على الولد. طبعا هو مش الطفل معرض للحسد، لا النبي معرض للحسد. النبي على عظمته نبي، نبي مرسل قريش قالوا تعال خلنا نشوف جماعتنا يضربون عين. زين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. وجماعة متخصصين في العين جابوه حتى يضربوا النبي. القضية أنت لما تطعم تتصدق دفعت البلاء عن نفسك. طبعا العقيقة يعني بتقول شيخنا الجليل الحين أنا والدي لم يصنع لي عقيقة سأسوي، مستحب لك أن تذبح لنفسك عفوا. يعني أنت ممكن الآن تعق عن نفسك، الاستحباب باقي. أقول إشكال وتدعي المؤمنين وتقوم. بعدين أكو شغلة أخرى، أنت تعرف إيش سويت بالحركة دي؟ شغلت السوق، شغلت العامل الاقتصادي. أنت الآن شوف شقد الكرم مهم، شقد السنن، شقد لها فوائد. أنت لما تروح تشتري الخروف سويت، حركت السوق، حركت الاقتصاد، بائع الخروف استفاد. التاكسي هذا البيك اب يسمونه انتم، ركبت الخروف اشتغل، سائق التاكسي او سائق الشاحنه اشتغل، هذا اللي الطباخ شغلته. انت اخو ما بدي اسوي بس خروف هالشكل، بتشتري عيش رز، بائع الحبوب شغلته، هذا اللي لا الدهن، البصل، نحت الفواكه، الخضروات، شغلت سوق الخضره، الحبوب، التاكسي، الطباخ، كل هذا شغلته. صار تبادل نقد في السوق، صار نقد في السوق، لان اذا ماكو نقد ما حد يشتري. اذا ماكو قوه شرائيه الكل يوقف، ماكو شغل. فانت لما صار نقد تداول صارت حركه في السوق. صحيح ولا صحيح؟ وهذا شيء مهم. شوف ايش قد الكرم، ايش قد السنن، واحد سويها شغلت السوق وهذا شيء زين. طباخ قاعد يقول لك شغله كسات كساد، لكن لما تطبق السنن ما يصير كساد. وكم واحد عندنا احنا لازم الا معرس ولا يا ابو يا ولد وختان وشراع دار والرجوع من مكه مو خروف خمس فرقات.